ورجعنا لكم تاني ومعانا دكتور محمد عماد، استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام بمركز تشينج مي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. تمام، زي حضرتك؟ الحمد لله تمام. دكتور، عايزين نعرف اسم تشينج مي دي حاجة غريبة قوي في عالم التجميل، اشمعنى اخترتوا الاسم ده؟ تشينج مي عبارة عن مكان بنقدر ان احنا نقدم فيه سيرفيس للناس، نساعدهم ان هم يتغيروا. يعني عبارة عن يعني اي شخص عاوز يتغير بنقدر ان احنا نساعده ان هو يتغير عن طريق مجموعة من الاطباء فاهمين هما بيعملوا ايه على بروجرام معين، ما بينهم الدكتور النفسي اللي هو هيساعد الشخص ده ان هو يصلح المشاكل النفسيه اللي هو بيتعرض لها والمشاكل اللي بيقابلها في حياته بشكل كبير. لو في سمنه، ولو ما هو اي شخص بيعاني من سمنه هي اصلا في الاساس هي مشكله نفسيه. فبالتالي لازم ان احنا ناخد بالنا من الموضوع دوت ونبتدي ان احنا نصلحه. ثانيا بيجي دكتور التغذيه هنا في الحاله دي يبتدي يتعامل معاه على ان هو ينظم له اسلوب حياته وينظم طريقه اكله واي شيء ليه علاقه باللايف ستايل بتاعه. وبعد كده يجي المدرب اللي هو بيبتدي يعلمه ازاي ان هو يتدرب على ويعمل تمارين ايه ويبقى اللايف ستايل بتاعته شكلها عامل ازاي. الهدف من ده كله زائد العمليه، الهدف من ده كله ان هو ان احنا نوصل بالشخص ده ان احنا نقدر نغيره بشكل كامل ويقدر ان هو يبقى شخص فعال في المجتمع بشكل حلو. ده بيحصل قبل العمليه ولا بعد العمليه؟ من قبل لبعد العمليه، كل المانوفرز دي بتتم قبل، يعني بتبتدي قبل العمليه بشكل كبير كتمهيد للعمليه وبعد كده العمليه، وبعد كده بتتم الاجراءات دي بعد العمليه عن طريق برنامج ثابت بنقدر ان احنا نساعد الناس ان هم يتغيروا بشكل فعال. يتغيروا للافضل اكيد. طيب دكتور، طبعا كلنا بنسمع عن عمليات تنسيق القوام، هل هي بتختلف عن العمليات اللي احنا عارفينها بس اللي هو شفط وحاجات كده؟ يعني احنا ده اللي بنعرفه عن تنسيق القوام اللي هو ان احنا نشفط من جزء مضايقنا او نشفط من جزء زايد عشان نعمل خصر او كده. ايه مفهوم تنسيق القوام الكلمه نفسها؟ تنسيق القوام الهدف منه ان احنا يعني دايما ان احنا نوصل لقوام حلو. الهدف منه على حسب المقاييس الجمال ولا على حسب مقياس الشخص؟ لا طبعا، هي ليها مقاييس جمال بشكل عام متعرف عليها على مستوى العالم، ان احنا مثلا يعني محيط مثلا المنطقه جسمنا من تحت ويساوي محيط جسمنا من فوق، بالنسبه للطول يعني بالنسبه للعرض بيبقى ليها معادلات ثابته، وبنقدر ان احنا عن طريق ان احنا بندخل الارقام دي جوه معادلات، عن طريق ندخل الارقام بتاع القياسات جوه معادلات معينه هتطلع لنا المقاييس اللي المفروض ان احنا يبقى شكلنا عليها. كل ده بيتم، المفروض اللي احنا نعرفه يعني ان هو بيتم بالشفط او بالليزر. بالتنسيق القوام دي يعني مصطلح كبير قوي بيندرج تحتيه عمليات بقى الشفط وعمليات النحت وشد الترهلات او حقن الدهون. هي الحته دي اللي انا عايزه افهمها، ايه الفرق ما بين الشفط والنحت وما بين الليزر والفيزر؟ هقول حضرتك، الشفط ده هو التكنيك الهدف منه ان احنا نخرج الدهون. بنقدر ان احنا نستخدم كانيولات او الالات اللي احنا بنستخدمها بتبقى من بورز او من فتحات كبيره قوي، فبالتالي ان احنا بنقدر ان احنا نستخلص الدهون بشكل سريع وفعال وبدون مشاكل. بس طبعا ليها مشاكلها ان هي ما بنقدرش نرسم بيها، ما نقدرش ان احنا نرسم وسط كويس بيها، ما نقدر دايما هيبقى فيها تعريق، دايما كان زمان بيبقى منها مشاكل كتير قوي بسبب ان احنا بنستخدم الات كبيره قوي او عرضها كبير قوي. لكن دلوقتي التكنولوجيا اتطورت ان احنا نقدر نستخدم الات يمكن ما بتزيدش قطرها عن حوالي من 2 ل 3 مللي، فبالتالي بنقدر ان احنا عن طريق الالات دي ان احنا بنرسم الرسم اللي احنا عايزينه، كان احنا بنرسم الكيرف بتاع وسطنا بشكل كويس، بنقدر بدون اي تعريق فيه او بدون ما يبقى فيه اي مشاكل مناطق عاليه او واطيه، وفي نفس التوقيت ما بيبقاش فيها معدل نزيف او معدل مضاعفات باي المريض يتعرض لها باي شكل من الاشكال. طيب دكتور، الفيزر بقى يا دكتور، يعني انا ما اعرفش ايه هو الفيزر، بس انا عايز اعرف الفيزر ده بيستخدم المفروض في شفط الدهون. تمام، ايه هو الفيزر بقى؟ الفيزر ده عباره عن سونار، زي بيدي موجات فوق صوتيه. موجات فوق صوتيه، الموجات الفوق صوتيه بتاعته بيبقى فيها ميزه غريبه شويه ان هو بيختار الخلايا الدهنيه بس، يعني هو بيأثر على الخلايا الدهنيه بس، بيخلي الخلايا دي تتفكك من بعضها، يعني بيكسر الروابط اللي ما بين الخلايا الدهنيه، فبالتالي بتتحول في الاخر لمجرد سائل. دكتور يعني الفيزر ده حاجه كده زي السونار؟ لا، هو عباره عن اله بتركب على البروبس بتاعتنا، على الالات بتاعتنا، ونقدر ان احنا ندخلها تحت الجلد بشكل معين، بتبتدي ان هي تحت الجلد. يعني اذا هي زي الليزر، يعني هي اللي هي العامله زي الابره دي. أيوة. بس رفيعه مش عريضه زي بتاع زمان. ايوه، وبتدخلها من فتحات اصغر. بس ميزه دي ان هي لها موجات صوتيه بتكسر الدهون، فبالتالي بتكسر الدهون فقط وما بتخليش فيه التعريجات، ما فيش التعريج ديت، وفي نفس التوقيت بنقدر ان احنا نتحول الدهون دي
لسائل، فنجي لما نبتدي عمليه الشفط الحقيقيه فعلا بتبتدي ان هي بتبقى بنشفط سائل، ما بيبقاش في اي حاجه بتعقم كده. ما كانش بيتشفط سائل، كان بيتشفط وهو لسه متجمد شويه، وفي نفس الوقت بيبقى فيه دم كتير وفيه نزيف كتير وكدمات كتير وحاجات زي كده. كل ده بنقدر ان احنا نطلعه بسهوله جدا بدون اي مشاكل. زائد ان الفيزر كمان بينشط الكولاجين اللي موجود تحت سطح الجلد بتاعنا، فجلدنا بيتشد عليه، بيتشد بشكل الطف. فبالتالي هو بيعالج جزء كبير جدا من الترهلات اللي احنا بنتعرض لها فيما بعد عمليات الشفط. لان كان زمان اي حد بيعمل عمليه شفط للدهون بتبتدي ان الجلد بتاعه يترهل ويبقى شكله وحش. دلوقتي لما دخل الفيزر ده بيبتدي ان انت بتلاقي كل المرضى بيعانوا من مثلا بعد يمكن اسبوع او 10 ايام من العمليه بيشتكوا شكوى واحده بس، ان جلدهم مشدود عليهم بزياده. يعني هو حاسس ان جلده مشدود عليه قوي. هو الفيزر بيشتغل اثناء العمليه، بيبتدي ان هو يخلي الجلد بتاعنا يتشد علينا بشكل لطيف. فيما بعد العمليه مع تنشيط الكولاجين بيبتدي الكلام ده يظهر مثلا بعد 15 يوم من العمليه، هتلاقي ان جلده بيتشد عليه بشكل طبيعي وما بيبقاش فيه اي ترهل خالص. بس ده على شرط ان احنا يبقى درجه الترهل اللي احنا بنعاني منها قبل العمليه تبقى معقوله، يعني مش كتير قوي. فبالتالي بندي مساحه للجهاز ان هو يقدر، او التكنولوجي ديت ان هي تقدر ان هي نرجع الجلد بتاعنا بشكل طبيعي بدون ما نحتاج ان احنا نشد الجلد زي زمان. تمام دكتور، اسمح لنا نروح نشوف تقرير حاله ساره اللي عملت عمليه شفط دهون وازاي يعني اتغيرت فعلا حياتها في تشينج مي. ماشي، نروح نشوف ونرجع مره ثانيه. دكتور محمد حقيقي نتيجه مذهله بجد. ميرسي، ربنا يخليك. وانا بس عايزه اعرف اهم حاجه، يعني خلاص احنا عرفنا طبعا ان حصل شفط وبالفيزر وكل حاجه، التعليمات اللي بعد العمليه بقى هو ده بقى الهدف دي من حاجة احنا نغير بقى. يعني لازم نبتدي احنا بنعلم البيشنتس ازاي ان هم ان النهارده اول يوم في حياتنا الجديده، لازم نتعامل مع الموقف. اللايف ستايل يتغير، يعني اللايف ستايل بيتغير، لان ممكن يكون الشخص ده نجح على المستوى الشخصي كويس جدا، على المستوى الاجتماعي كويس جدا، لكن في مستوى نفسه هو شخصيا بقى فاشل ومش قادر يوصل للدرجه اللي هو عايزها. لازم نحاول نساعده، فنبتدي ان احنا نعلمه ازاي ان هو ياكل، ازاي ان هو يلعب رياضه، ازاي الرياضه ان هي تبقى حاجه مهمه في حياته، ازاي ان هو يبقى اللايف ستايل بتاعه لطيف ويبتدي ان هو يتشجع ويتحرك لقدام، ما يبقاش عايش في العالم الافتراضي اللي هو عالم الانترنت وكده ومتخيل صورته زي زمان. يعني هو اي حد في يوم تلاقيه ان هو حاطط صوره مثلا من 5 6 سنين ومتخيل ان هو هي دي نفس الصوره اللي هو موجود عليها على الوضع الحالي، بس بيبقى الواقع بيبقى مختلف كتير جدا على الحقيقه. فده اللي احنا بنحاول ان احنا نقدمه للناس، ان هو ان انت لازم تتغير، ولازم مع ضغوط الحياه اللي احنا بنتعرض لها ومع اللايف ستايل الوحش اللي احنا بنعمله لازم نتعلم ان يبقى في تيمه جديده او اسلوب جديد ان احنا نتغير احسن بكتير ان شاء الله. طب دكتور، اثناء شفط الدهون بيبقى في استخدامات للدهون دي ممكن نستخدمها في حاجه؟ طبعا. دلوقتي بقى على مستوى العالم الدهون اللي احنا بنشفطها ما بقيناش بنقدر ان احنا نستخدمها كمواد مالئه، يعني نقدر ان احنا نستخدمها زيها زي الفيلر بالظبط. يعني زي ما احنا بنقدر ان احنا نستخدم الفيلر في الوش، بنقدر ان احنا نستخدم الدهون في الوش، وبالعكس هي بتدي نتائج الطف ممكن كتير. ممكن في الثدي كمان، ممكن نستخدمها في الثدي، وممكن نستخدمها في اي مناطق في جسمنا محتاجين ان احنا نكبرها. لان هي بتدينا مستين، اول حاجه ان هي ماده طبيعيه ما بتحتاجش ان هي تتغير، ما بتتفاعلش مع الجسم، ما بتسببش اي مشاكل. النقطه الثانيه ان الدهون نفسها هي فيها تركيز كبير جدا من الكولاجين والالاستين والجروث هرمونز والحاجات اللي هي بتنشط الجلد بشكل حلو. فبالعكس احنا لما بنيجي نحقنها في اي اماكن مثلا زي مثلا الوش او الايدين، او مثلا يعني ان احنا نخفي العروق اللي موجوده في الايدين او في الرجلين زي الفيلر بالظبط، بس بتدينا نتيجه الطف عشان الكولاجين والالاستين اللي بيبقى موجود في مخزن جوه الخلايا الدهنيه بيبتدي ان هو يخلي البشره اللي موجوده فوق بتبقى بتتحسن بشكل كبير وبتصغر بشكل كبير. يعني تحسي ان هو بتتغير فعليا او باثولوجي بتاعها بيتغير بشكل كبير، لان هو الكولاجين الموجود في الخلايا الدهنيه بيحسن المنظر ده بشكل حلو قوي. طب دكتور، وتقعد قد ايه بقى يا دكتور؟ على طول عمرنا. يمكن هي بس مشكلتها الوحيده ان احنا لما بنيجي نحقنها بيبقى بنفقد تقريبا حوالي من 20 ل 30% في اول شهرين، وبعد كده الكميه اللي بتتبقى فيما بعد بتفضل معانا طول عمرنا، ما بتتشالش طول عمرنا. طول عمرنا يعني الدهون يا دكتور اللي بتتحقن تفضل معانا طول العمر؟ معانا طول العمر، ما بنحتاجش ان احنا نغيرها، ما بنحتاجش ان احنا نحقنها تاني، هي مش سيليكون فنحتاج ان احنا نعمل فيها حاجه او ان احنا نغيرها فيما بعد او بعد عدد من السنين معين. فبالتالي ما استخدام الدهون بقى حاجه متطوره جدا،
لان احنا بنستخلص بنقدر بسهوله جدا ان احنا نستخلص الدهون الحيه او الخلايا الحيه فقط، والخلايا الميته بنقدر ان احنا نرميها وناخد الخلايا الحيه دي ونعيد حقنها تاني في اي مكان تاني، كل ده بدون ما ايد تلمس الدهون دي اصلا. يعني ما فيش دهون بيور ولا فيتامينز ولا فيها اي حاجه خالص، هي عباره عن دهون بنضيف عليها حاجه بنستخلصها من الدم بتاعنا اسمها بلازما، عشان نزيد فعاليه الدهون ديت ونزيد فعاليه ان هي تبقى عايشه بشكل كويس، وبعد كده بنبتدي نحقنها في المناطق اللي احنا عايزينها بدون اي مشاكل. فالموضوع تتقدم بشكل حلو قوي وما بقاش فيه اي مشاكل خالص، وما بقاش فيه اللي الناس بتخاف منه ان هو ان العمليات دي بتؤدي لمشاكل او بتؤدي ان يبقى فيها شكلها وحش او يعني اي مضاعفات منها قلت بشكل كبير، ودليل ان العمليات اللي شفته وعمليات تنسيق القوام بقت من اكتر او يعني هي اكتر عمليه على مستوى العالم بتتم يوميا. وطبيعي يا دكتور ان المريضه ممكن تجي لك تعمل شفطه من كذا مكان طبعا في نقدر في مره واحده في عمليه واحده ويتم الحقن في نفس العمليه لان هو برضو لان استخدام التكنولوجي المتطوره سواء اثناء العمليه او استخدام الفيزر او الالات بتاعتنا بشكل كبير ادت ان احنا بنقدر ان احنا نستخلص الدهون بدون ما نعرض الشخص ده لمضاعفات ضخمه، فبالتالي بقينا بنستخلص كمية أكبر، بنقدر إن احنا نرسم شكل ألطف، ما بنحتاجش إن هو ينام ببنك كلي زي ما كلنا شفنا هي كانت صاحية، يعني سارة كانت صاحية ما كانتش نايمة خالص، فبالتالي ما بقاش عندنا مشاكل من البنج اللي احنا بنقلق منه أو إن أنا آخد بنج كلي ويحصل مشكلة، لا احنا بنعمل العمليات دي تقريبا بنسبة 99% والشخص صاحي ما بنحتاجش إن احنا نديله بنج كلي. المضاعفات اللي فيما بعد العملية بقت في الحد الأدنى لأن استخدام الفيزر قلل الكدمات والنزيف والوجع حتى فيما بعد العملية، فبقى الموضوع كله عبارة عن 3 ل 4 أيام حسب إجهاد، وبعد كده بقدر أن أنزل الشغل عادي جدا بعد 4 أيام من العملية، بقدر أمارس حياتي العادية في خلال مثلا من 10 أيام تماما بمارس حياتي بشكل طبيعي جدا، أرجع الجيم فعلا صاروا على فكرة فعلا رجعت الجيم تقريبا بعد حوالي 20 يوم من العملية، فده كان واقعي فعلا يعني. طب دكتور، هل يا دكتور جراحة السمنة أو شفط الدهون ليه آثار جانبية على الحمل أو الولادة؟ لا خالص، لأن جسمنا عبارة عن، أنا برضو بقول كده بس أنا عايزة يعني أسمع من حضرتك. هو جسمنا عبارة عن طبقات متتالية، يعني الطبقة الخارجية ده الجلد اللي بيغطي جسمنا كله، وتحتيه طبقة من الدهون، وتحت الدهون دي طبقة من العضلات، وبعدين الأعضاء الداخلية موجودة تحت العضلات جوه خالص. احنا أولا الدهون بتبقى موجودة زي ما اتفقنا من الجلد للعضلات، وآلاتنا بتتحرك في المسافة دي بس. ثانيا الآلات بتاعتنا آلات كلها نهايتها غير مدببة، فبالتالي هي مستحيل إن هي تخترق العضلات أصلا، فبالتالي المريض بيبقى في حالة أمان تام طوال إجراء العملية نفسها بدون أي مشاكل. عشان كده بنبقى بنحب إن هو يبقى صاحي، بنحب إن هو يتفاعل معانا، نتكلم معاه طول العملية، وبيبقى ممنوع نسمع مزيكا وحاجات زي كده، فبيبقى الموضوع سهل يعني، مش ما بقتش عملية بالمعنى المعروف، فبقى الموضوع عبارة عن إن أنا هاخد سيشن صغننة وبعدين هروح في خلال ساعتين، بعمل السيشن دي جوه المستشفى عشان أمننا إحنا، يعني عشان نبقى كلنا في نعلي معامل الأمان بالنسبة لنا، لكن هي بقى الموضوع سهل قوي، حتى لدرجة إن بقى في غير متخصصين كتير قوي بيعملوه، فبالتالي يعني لأن بقى الموضوع تكنولوجي تدخلها في الموضوع دوت بقى بيؤدي إن الموضوع بيبقى أسهل كل يوم عن اليوم اللي قبله. طب دكتور محمد، عايزة أسأل عن موضوع تاني، عن موضوع زراعة الشعر. زمان كانت زراعة الشعر دي بعملية جراحية وياخدوا جزء من الخلفية من فروة الراس ويبقى في جرح ويبقى شكله مش دلوقتي حلو. الدنيا تطورت وبقى فيه جديد جدا وما بقتش بالشكل القاسي ده، ممكن حضرتك تقول لنا ايه الجديد في مسألة التكنولوجي؟ برضو لما اتطورت في الجزئية ديت بقينا بنقدر ان احنا نستخلص الشعر عن طريق ان احنا بنستخلصه شعراية، يعني كأن احنا بنستخلص كل شعراية لوحدها ونبتدي ان احنا نفحصها وبتتغسل وبتبتدي ان احنا نرصها بشكل معين عشان نوصل ان احنا بنبقى فحصين كل واحده فيهم ونشوف هل فعلا هي طالعه سليمه ولا طالعه فيها مشكله، وبعد كده بنبتدي نجهزها قبل ما نزرعها، وبعد كده نبتدي نعمل فتحات للشعر اللي احنا هنزرعه دوت، وبعد كده نبتدي نزرع البصيلات نفسها جوه الشعر، كل ده بدون اي جروح، يعني كل ده بدون جروح بدون نزيف.
العيان بياخد بريك مثلا مرتين، بيشرب حاجه في الوسط وبيرجع تاني. المانوفر نفسه بياخد حوالي يمكن من 4 لـ5 ساعات بس. مثلا بناخد تو بريكس بس فيه. يعني قصدي صاحي واعي، ما عندوش بيتكلم بيريح في النص لو قال انا زهقت مثلا او تعبت، بيقوم يرتاح شويه بيشرب حاجه وبيرجع تاني، بنرجع نكمل تاني، بنقعد نجهز الشعر ده في نفس التوقيت. هي عمليه امنه قوي لان احنا برضو بنعملها في جو معقم جدا، ما بقاش فيه اي حاجه ممكن تاثر على الشعر اللي احنا بنزرعه. زائد ان هو طبعا التطور في الليزر والبلازما خلانا برضو نقدر ننشط فروه الراس بشكل معين عشان نقدر ان احنا نوصل بالنتائج بتاعه الزراعه لارقام يمكن تقارب الارقام العالميه بشكل حلو. تمام، شكرا دكتور محمد عماد، بنشكرك جدا جدا، ومركز تشينج مي بنشكرك جدا، وان شاء الله تطلعنا على كل ما هو جديد بقى في عالم الجمال ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين بنشكركم، نتقابل بكره ان شاء الله انا ورانيا معاكم في نفس الميعاد الساعه 4، ومواضيع كتير تهم